احنا عايشين هنا في خيام الدنيا شوب حر، وفي نفس الوقت احيانا الاولاد بيقدروش من قرصة البعوضة وبضلها بتقرص، يعني من كتر الحر الواحد بنضطر نطلع برا الخيام من الشوب، واحنا تعبنا يعني. وشوف هاي وجه الولد كيف مليان بعوض. في نفس الوقت يعني نتمنى يعني انه نرجع عدورنا، نحل يحلولنا الحلولنا اللي احنا فيه، لانه احنا تعبنا يعني دمنا انحرق، يعني الصغار بيقدروش على الشوب، الميه اللي صرنا يعني نشربها الله يعزك سخنه، زي سخنه من الشوب من الخيام. داخل علينا الصيف، والصيف هذا يعني حم وشوب كثير، الشوب هذا راح يسبب لنا مشاكل كثيرة، وراح يزيد الطين بلة انه في حشرات كثيرة موجودة في الجو، ومن هذه الحشرات البعوض والدبان وحشرات تانية احنا ما بنعرفها لأول مرة بنشوفها بسبب التلوث وبسبب القمام الملقاة في جميع الأماكن. روح في كابونات أشياء حولك. احنا في خيمة 10 انفار فيها، غير الشوب غير البعوضة غير انه كل شغلنا في قلب الخيمة، من عجين من غسيل من تحميم صغار من كل اشي، يعني غير انه في عندي مرضى طفل، يعني الدنيا بتكون شوب، ابني بتحملش الشوب بالمرة، بقعد فيها انا بنضلنا محشورين في الخيمة بنطلعش بالمرة نهائيا منها. هذا بدنا نعمل له مناشده، نشوف لنا صحافه تعمل لنا مناشده.